الحمد لله، مفيش حد في البيت بقى الواحد يعرف يشرب الكنزية على مزاج. مين الرخم اللي بيرن دلوقتي بس؟ مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟ كنزية؟ جت في وقتها. ايه يا ماما، انا جاية دلوقتي. لا 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 حبيبتي، ما تجيش دلوقتي، كمان 5 دقايق كده يبقى تعالي. حاضر يا ماما. ايه ده؟ وانا فتحتها وناسية؟ ايه ده؟ هما نسوا يوم لها؟ بقولك يا ماما. ايه ده؟ هو انت جيت امتى؟ من دقيقتين يا ماما. طبعا كنت عطشان. ايوه يا ماما كنت عطشان وشربت الكنزاية اللي جنبك. طب انا دلوقتي عطشان اشرب من دمك؟ طب ما تشربي يا ماما. من عيني. لانجو لانجو، شوف الحركة اللي اتعلمتها دي. ايه هي الحركة؟ يا ابني الحقيني يا ماما، عايز يتلم. والله ما هسيبك. يعني مفيش احترام ليا؟ عايز تضرب اخوك قدامي؟